ان شاء الله دلوقتي عايزين نقول فان دير فال ايكويشن فور ريال جاز. فان دير فال ايكويشن فور ريال جاز هنعمل فيها حاجتين، كوركشن ان فوليوم، ورقم 2 ان كوركشن ان بريشر. انا عايز اعرف ايه التصحيح اللي عمله فان دير فال في الفوليوم، ايه التصحيح اللي عمله فان دير فال في البريشر. عشان نفهمه خش جوه ريال جاز. ريال جاز انا بتخيله كونتينر كده، وان المولكيول ده كل المولكيولز الزمان التانيين انا لميتهم كلهم على جنب كده اهو. فبقى عندي في فوليوم اقدر اقيسه بسهوله، الفوليوم اللي بقيسه هو حجم الكونتينر ده، بسميه الفي ريال، الحجم بتاع ريال جاز، او بسميه الميجر، الميجر اللي انا اقدر اقيسه كام بي ميجر. وعندي فوليوم تاني، الفوليوم اللي هو الحته الفاضيه جوه الكونتينر اللي هي الحجم الجد، الجزيء ده يقدر يتحرك فيه. هل الجزيء ده يقدر يتحرك في المنطقه اللي فيها المولكيولز دي؟ لا، هو بيقدر يتحرك في الحته الفاضيه دي بس. يبقى الفي ده اسمه الفي، لو انا عايز اعتبره ايديال بيهيفير، ويبقى ده بسميه اكشوالي. يبقى في عندي كلمه ريال وايديال مقصود بيها ميجر واكشوال. ميجر يعني something can be measured، اقدر اقيس فوليوم الكونتينر بسهوله، طول في عرض في ارتفاع. اما ان كيس اوف اكشوال يعني اكشوال فوليوم اللي هي الفري فوليوم اللي جوه ده، ده اللي انا عايز اوصله، ده اللي انا عايز احسبه، ده اللي انا عايز اقيسه، اللي انا اقيسه. عشان كده فان دير فال عمل ايه؟ تخيل ان هو لم كل الجزيئات اللي جوه الكونتينر كلها على بعضها في حته واحده، وحسب الفوليوم بتاعها اعتبره بيساوي بي سمول، والبي سمول ده الحجم بتاع 1 مول من الجزيئات دي. هقول تاني، فان دير فال تخيل ان هو لم كل الجزيئات اللي جوه الكونتينر على بعضها وقاس الفوليوم بتاعها، لقاها هيساوي بي سمول لو كان عندي 1 مول. طب لو كان عندي 2 مولز هيبقى حجمهم قد ايه؟ هيبقى 2 بي. طب لو عندي 3 مولز هيبقى حجمهم قد ايه؟ 3 بي. طب لو عندي ان مول هيبقى الفوليوم بتاعه قد ايه؟ هيبقى الفوليوم بتاعه عباره عن ان بي. يبقى تاني، ان بي عباره عن الاكشوال او الفوليوم بتاع الجزيئات اللي جوه الفعلي، بحيث ان بي ده ثابت لفان دير فال، بيتغير من غاز للتاني، هو عباره عن الفوليوم بتاع المولكيولز بتاع ال 1 مول من الجاز. يعني لو كان عندي الجاز ده النيتروجين جاز يبقى ليه بي معين، لو عنده كربون دايوكسيد جاز يبقى البي ده اللي هو الفوليوم اوف 1 مول اوف مولكيولز. طب لو عندي 2 مول 3 مول ان مول يبقى التوتال فوليوم بتاع المولكيولز اللي جوه الكونتينر ان بي. تاني، يبقى بالنسبه للفان دير فال الكوركشن في الفوليوم عندي ثلاث نقط لازم اعرفهم جوه الكونتينر بتاعي. ايه هو؟ الفوليوم بتاع الكونتينر نفسه اللي هو الفي ريل اللي كان في ميجر، يعني في ريل دي ميجر، والحته الفاضيه اللي جوه الكونتينر اللي الجزيء يقدر يتحرك فيها براحته اللي هي الفي ايديال اللي هي المثاليه او في اكشن، والناحيه الثانيه اللي هو حجم الجزيئات عباره عن البي فوليوم اوف مول من المولكيولز، والان بي التوتال فوليوم اوف مولكيولز. طب لو انا بقى عايز اقيس ده بالمقاس، وده هو اللي بقدر اقيسه اكسبيرمنتال، يعني ده اكسبيرمنتال ودوت الثيوريتيكال، عشان اجيب البي ايديال. يبقى ايه العلاقه بين الاثنين دول ببعض؟ طبعا لو انا عندي حجم الاناء كله هطرح منه حجم الجزيئات هيديني الحجم الفاضي اللي جوه ده، يبقى هقدر اقول ان الفي ايديال بتساوي الفي ريال ماينس ان في بي. في ريال حجم الكونتينر، ان بي حجم المولكيولز، في ايديال الفري اريا او الفري فوليوم اللي جوه ده. في نفس الوقت في ايديال ده بسميه في اكشوال، المسميين مهمين، والريال اللي هو اسمه ميجر. يبقى اذا لو سئلت ايه العلاقه بين الفي ايديال والفي ريال، مين اكبر من مين؟ خلي بالك، الفي ريال اللي هو حجم الكونتينر كله، الفي ايديال اللي هو حجم الفاضي اللي جوه الكونتينر. طبعا مثل لا شك فيه ان الريال اكبر من الايديال، اللي هو في نفس الوقت ريال يعني ايه؟ يعني ميجر، يبقى الفي ميجر اكبر من الفي اكشوال. اذا فان دير فال قدر يقيس بسهوله حجم الكونتينر، وبالتالي قدر يعمل كالكوليشن يحسب منها حجم المولكيولز اللي جوه، وبالتالي لما يطرحهم من بعض هيقدر يتوقع الحجم الفاضي اللي جوه الكونتينر ايه. لما بقى عوض بالفوليوم ده في الجنرال جاز لو، ما تنساش ان انت عندك اصلا جنرال جاز لو بي في بتساوي ان ار تي، ودي اللي احنا عايزين نحولها الى فان دير فال. فانا عامل ايه؟ عايز اغير في ده وعايز اغير في ده. ده اول تغيير في حاله الفوليوم.
ان الفوليوم ده اشيله واحط مكانه V ريال ماينس الـ MB، يعني V اللي حديثه بتاع الكونتينر واشيل منه حجم الجزئيات اللي جوه. ده الكوريكشن اي فوليوم. طب بالنسبه بقى للكوريكشن اي بريشر، الكوريكشن اي بريشر انا بقول وجهه نظري فيه ان لو المولكيول ده بيجي يضرب الكونتينر عشان يقيس بريشر، في نفس الوقت المولكيول ده فيه جزيئات ثانيه حواليه بتعمل له اتراكشن فورس وار. طبعا انا بتكلم على الريالز، فاذا نتيجه لوجود فورس اوف اتراكشن فبيخلي البريشر اللي بقيسه هو ده البي ريال، هو ده البي ميجر. بس انا مش عايز ده، امال انا عايز ايه؟ انا عايز اتخيل ان المولكيول ده بيضرب الكونتينر لوحده، فبالتالي البريشر اللي عايزه هو البي ايدل او البي اكشن اللي هو الضغط الفعلي للجزيء. فلو بالارقام اقرب لك مثال، متهيألي لو فرضت ان المولكيول ده عشان يضرب الكونتينر بالقوه ممكن يضربها بقوه 50 يونت، ايا كانت ايه هي اليونت؟ يونت اوف بريشر طبعا. وهنا لما يجي اقيس مش هقيس ال 50، هلاقي نفسي بقيس قوه 30 يونت بس. ليه؟ علشان في تقريبا 20 يونت رايحين في الاتراكشن فورس بين الجزئيات مع بعض. تاني ده معناه ان جوه الريال جاز المولكيول وهو رايح يضرب الكونتينر هو ليه فورس اوف اتراكشن او سوري فورس اوف كوليجن، فرايح يضرب بقوه معينه، هو المفروض قوي رايح يضرب ب 50، ولكن نتيجه لوجود جزيئات ثانيه حواليه لما هيجي يضرب الكونتينر هتعمل له اتراكشن فورس وتشد منه لورا، هتشد منه تقريبا بقوه كام؟ 20. يبقى لما يجي يروح يضرب الكونتينر انا لما اجي اقيس هقيس 30 بس. هل ال 30 دي هي الضغط بتاع المولكيول بجد؟ لا، انا كده صدمه. علشان كده لما اخد البي اللي بقيسه ده اجي احطه في القانون فوق هلاقي البي دي مش بتساوي الان ار دي، نوت ايكوال ان ار دي. امال انا اعمل ايه؟ لازم اعدل الكفه دي، اعدلها ازاي؟ ان اعرف الفورس اوف اتراكشن دي مقدارها قد ايه؟ واحطها على البريشر اللي بقيسه، يقوم يديني البريشر اللي بجد اللي هو الايديال بتاعي، اللي هو الاكشوال، اللي هو لما احطه في المعادله يظبطها ويخلي البي دي بتساوي الان ار دي. اذا ده اللي هو لو انت فاكر وانا بعمل مقارنه بين الايدل والنون ايدل كنت بقول لك ايه؟ في حاله الايدل كان ده صغير كان بينجلد بالنسبه لده، في حاله النون ايدل ده كبير ما اقدرش اعمله، عشان كده بيديني بريشر مش طبيعي، بريشر اقل من الحقيقه بجد. يبقى اذا هنا البي ايدل بتساوي ايه؟ البي ايدل بتاعتنا هتساوي البي ريال بلس الفورس اوف اتراكشن. الايدل هنا اللي هو عباره عن الاكشوال، والريال هنا اللي هو عباره عن الميجر، اللي هو عباره عن الميجر. وبقى قدام ده اللي ده المشكله، طبعا هي عشان تاني البي البريشر الايدل اللي هو ال 50 والبي ريال اللي هو ال 30 والفورس اللي هو ال 20. يبقى اذا اكن بالظبط بقول ان ال 50 بتساوي 30 بلس 20. طب فاندر بالك عايز يحل المشكله، عايز يعرف الفورس دي بتساوي ايه عشان يحطها على البريشر اللي بيقيسه، يقوم يجيب البريشر اللي كان المفروض يقيسه لو كنا بنتعامل في الايديا فريم. لا، ان الفورس اوف اتراكشن از دايركتلي بروبورشنال مع الكونسنتريشن بتاع الجاز سكوير. والمفروض ان انتوا عارفين ان الكونسنتريشن ما هو الا نمبر اوف نودز على فوليوم، ولما اقول سكوير يبقى نمبر اوف نودز سكوير على فوليوم سكوير اللي هو المولاريتي ده. يبقى اذا الفورس بتساوي كونستنت الام سكوير على البي سكوير، دي الفورس بتاع الفاندر. اذا لو انا هاجي هنا هلاقي البريشر اللي هو البي ايدل ماله بيساوي البي ريال بلس اي ام سكوير على البي سكوير. وطبعا واضح ان انا هنا داخل عندي ثابت جديد، ثابت فاندر اسمه ايه؟ اسمه يعني اقدر اقول دلوقتي ان فاندر فالت خلي تو كونستنتس قدام، واحد اسمه بي سمول وده مرتبط بالفوليوم بتاع المولكيولز، وواحد اسمه اي سمول وده مرتبط بالفورس اوف اتراكشن ما بين المولكيولز وبعضها. يبقى بالتالي لو جيت اسالك ايه العلاقه بين البي ايدل والبي ريال؟ ايه العلاقه بين ال 50 وال 30؟ مين اكبر؟ فمما لا شك فيه ان البي ايدل هي الاكبر من البي ريال، وبالتالي البي اكشوال هي الاكبر من البي ميجر. النقط دي بسيطه ولكن خلي بالكم منها، اللي هي العلاقه بين البي والفي سواء ايدل وريال سواء اكشوال وميجر، والبي والبي سواء ايدل وريال او اكشوال وميجر.